بينا من اسطنبول محمود علوش الباحث في مركز تحليل السياسات الدولية، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن مستجدات كثيرة وأحداث كثيرة، سواء كان حادث الأمس في لبنان واليوم انفجارين في أيضا إيران، كيف يمكن قراءة الأوضاع ومستجدات الأمور برأيك؟ مساء الخير. يعني بالطبع لا يمكن عزل الهجوم الذي حصل في إيران اليوم، وإن لم تتبنى أي جهة اليوم حتى الآن مسؤولية عنه، أو لم يصدر اتهام إيراني واضح لأي جهة بالمسؤولية عن هذا الهجوم، لكن لا يمكن عزله عن سياق الأقليم الملتهب اليوم بتداعيات الأقليمية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا لسياق الملتهب لحرب الوكالة أو حرب الظل بين إسرائيل وإيران، التي اليوم أعتقد أنه تسلك منحنى خطير جدا، ليس فقط بسبب ما حصل اليوم وإن كان الافتراض السائد بأن إسرائيل هي وراء الهجوم. نحن نتحدث عن تصعيد كبير منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. كان هناك مؤخرا اغتيال لقائد بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضا موسوي، وأيضا بالأمس كان هناك اغتيال لنائب رئيس الفلسطيني لحماس صالح العرور في منطقة هي تعد قريب أو معقل حزب الله حليف إيران. وبالتالي نحن اليوم أمام مستوى جديد من الارتدادات الأقليمية للحرب على غزة، وأعتقد أن هذا المستوى ينطوي على الكثير من المخاطر. هذا في جانب. في جانب آخر، يعني بمعزل عن الجهة التي يمكن أن تكون ضالعة في هذا الهجوم الإرهابي اليوم الذي استهدف إيران، أعتقد بأنه هناك بعض الأمور التي ربما تعكس الأولويات بالنسبة للسياسة الإيرانية في المنطقة، ولا سيما المقاربة الإيرانية للتعامل مع هذه الحرب. منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر كان من الواضح أنه الإيرانيين سعوا إلى نوع من الموازنة بين استعراض القوة عبر شبكة الوكلاء في المنطقة من أجل الضغط على إسرائيل والمتحدة لإنهاء الحرب، وبين تجنب الانخراط أو تعميق انخراط الوكلاء في جانب في هذه الحرب، وتجنب تورط إيران بشكل مباشر في هذه الحرب. وبالتالي أنا أفترض بأنه هذا التصعيد اليوم أو هذا المنحنى الخطير في صراع الظل بين إسرائيل وإيران لن يؤدي إلى تغيير الأولوية الأساسية لإيران، والتي تبقى بتقديري تركز على مسألة تجنب الانخراط في هذه الحرب أو تجنب تعميق الانخراط في هذه الحرب. هناك أيضا عوامل أخرى بتقديري يعني تدفع أو تقلص من فرص تحول هذا الصراع إلى مواجهة أقليمية، لا سيما المتمثلة بالموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور مهم فيما يتعلق بديناميكيات السياسة الأقليمية، كما نعلم هناك توترات طرأت مؤخرا على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب حتى بعد التصريح الأمريكي الخاص بأن إسرائيل لم تبلغ الجانب الأمريكي بعملية اغتيال أمس. نعم صحيح طبعا. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية أنا تقديري أنه لديها أيضا أولوية أساسية في هذه الحرب، وهذه الأولوية ظهرت منذ التحرك العسكري الأمريكي في المنطقة يعني الحشود العسكرية التي أرسلتها واشنطن إلى المنطقة، والتي كانت مصممة بشكل أساسي كعامل ردع لمنع إيران وحلفائها من المشاركة أو تعميق المشاركة في هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية لديها أولوية أساسية أين تتمثل في تجنب تحويل هذه الحرب إلى صراع أقليمي، لأنه إذا ما تحولت هذه الحرب إلى حرب أقليمية نحن لا نتحدث عن حرب عادية أو صراع عادي. بالتأكيد هذه الحرب لن تكون محصورة في منطقة جغرافية معينة، ما يجري اليوم في جنوب لبنان، ما يجري في سوريا، في العراق، في جبهة البحر الأحمر، كلها مؤشرات على الشكل الذي يمكن أن تكون عليه حرب أقليمية. وبالتالي اليوم حرب أقليمية شاملة في المنطقة لن تنحصر تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، بل أيضا ستطال الأمن والاستقرار العالمي. وهل هذا ما تريد إسرائيل؟ يعني هل إسرائيل تريد توسيع رقعة القتال والصراع والحرب برأيك؟ يعني هو في الحقيقة نحن حتى الآن هناك مشكلة في الموقف الإسرائيلي. نحن لا يمكن أن نتحدث عن موقف إسرائيلي واضح. من الواضح أن إسرائيل كدولة ليست لديها مصلحة على الإطلاق في فتح جبهة جديدة غير الجبهة القائمة في غزة، لأنه أصلا بالأساس إسرائيل تواجه معضلة كبيرة في حرب غزة. بعد نحو 3 أشهر من هذه الحرب لم تستطع إسرائيل تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الحرب، لا سيما القضاء على حركة حماس أو إعادة الأسرى، تحرير الأسرى بالقوة، أو منع أن تبقى غزة تهديد لأمن إسرائيل. وبالتالي ليس من مصلحة إسرائيل بتقديري أن تنخرط في جبهة جديدة سواء حزب الله أو حتى مع إيران.
لكن ايضا هناك مشكله تتمثل في بنيامين نتنياهو شخصيا. اليوم هناك اهداف تتجاوز مصلحه اسرائيل كدوله في هذه الحرب في تشكيل قرار الحرب والسلم في اسرائيل، لا سيما بالنسبه لبنيامين نتنياهو الذي يعتقد بانه كلما طال امد هذه الحرب لفتره اطول كلما استطاع ان يتجنب التداعيات السياسيه الكارثيه لفتره ما بعد انتهاء الحرب على مستقبله السياسي. وبالتالي اعتقد انه نتنياهو يدفع باتجاه تأزيم الوضع في المنطقة بشكل أكبر، لكن الوضع حتى لو كان نتنياهو راغب في ذلك، الأمر أيضا لا يتعلق برغبات نتنياهو، يتعلق بشكل أساسي بالموقف الأمريكي. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم الحقيقة العجز الذي بدأ يظهر على الدول الأمريكية في المنطقة بعد حرب 7 أكتوبر، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال قوة فاعلة ومؤثرة في تحديد السياسات الإقليمية، لا سيما السياسة الإسرائيلية في هذه الحرب، وأيضا بطبيعة الحال السياسة الإيرانية. بالتالي أنا تقديري أن إسرائيل ليست لديها استراتيجية واضحة، ليس فقط للتعامل مع هذه الحرب بل أيضا مع تداعياتها الإقليمية، وجانب أساسي من المشكلة يتمثل في شخصية بنيامين نتنياهو تحديدا، لكن لا أرى بأن إسرائيل لديها مصلحة في أن تتسع رقعة هذه الحرب. هناك جانب آخر مهم جدا، اليوم إسرائيل رغم أنها تخوض حرب في قطاع غزة إلا أنها أيضا تخطط لمرحلة ما بعد الحرب، بمعنى أنه حتى ما قبل حرب غزة كان هناك حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران أو يسمى بحرب الظل، وكان هناك قواعد اشتباك قائمة بين إسرائيل وإيران من جانب وبين إسرائيل ووكلائها في المنطقة لا سيما مع حزب الله في لبنان. اليوم هذه قواعد الاشتباك منذ 7 من أكتوبر تحولت، واضح أنه إيران قفزت على قواعد الاشتباك هذه، وإن لم يؤدي هذا القفز إلى تحول هذه الحرب إلى حرب أقليمية شاملة. وبالتالي أنا تقديري جزء أساسي من الدوافع الإسرائيلية اليوم لتصعيد حرب الظل مع إيران هو إعادة ترميم قواعد الاشتباك بطريقة تناسب إسرائيل وليس. وكلمة متوقعة من نصر الله بعد ساعة تقريبا، ما المتوقع أن يأتي في هذه الكلمة؟ يعني أنا أعتقد أنه لا شك أنه ما حصل بالأمس يعني محرج كبيرا بالنسبة لحزب الله، استهداف قيادي بارز لحركة حماس في قلب الضاحية الجنوبية معقل حزب الله وتحت حماية وأمن حزب الله، وأيضا ما حصل اليوم من الهجوم الدموي في إيران لا شك يحرج ليس فقط حزب الله ويحرج إيران وشبكة حلفائها في المنطقة، لأنه الأولويات الأساسية لإيران وحلفائها في المنطقة هي تجنب الانخراط في هذه الحالة. ولو لاحظت بيان الحرس الثوري اليوم الذي صدر قبل انفجار أو هجوم إيران صدر عن موضوع التعليق على اغتيال صالح العروري، هو أنه إيران لا تريد أن تنجر إلى أخ التورط في هذه الحرب. وبالتالي أنا أفترض بأن استراتيجية إيران هي لا تزال قائمة وهي عدم الانخراط في هذه الحرب أو تعميق انخراط الوكلاء في هذه الحرب. حزب الله هو حزب لديه يعني قراره، لكن فيما يتعلق بالحرب والسلم مع إسرائيل قرار قرار إيراني قبل أن يكون قرار حزب الله، ولا أعتقد في العموم أن هناك مشاكل بين حزب الله وإيران فيما يتعلق باتخاذ قرار الحرب والسلم. وبالتالي تقدير اليوم هذه المرحلة الجديدة من الحرب أو من الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران تفرض بعض التحولات في استراتيجية إيران وحلفائها في المنطقة لا سيما حزب الله، لكن أنا تقديري أنه اليوم حزب الله لا يزال حريص على تجنب أي رد فعل تؤدي إلى انهيار الوضع القائم حاليا. طيب سيد محمود، يعني أنا أود معك أيضا قراءة بعض المصطلحات التي جاءت في العديد من التصريحات والأخبار، منها وصف إيران الانفجار بالإرهابي، أيضا الرئيس الإيراني توعد بالانتقام، والتلفزيون الإيراني أعلن الحداد الوطني غدا الخميس، ووزير الداخلية وزير داخلية إيران قال أن لدينا معلومات بشأن منفذي هذا الانفجار أو الانفجارين، ولكن التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن. ما الذي يمكن أن يفهم من هذه المصطلحات وهذه التصريحات؟ يعني بالتأكيد لدى إيران القدرة على كشف الجهات الضالعة في هذا الوقت، لكن أنا باعتقادي المتواضع ليس المهم أن تمتلك إيران القدرة على الاكتشاف، بل المهم هو كيفية إخراج إيران لهذا الاكتشاف، بمعنى إذا كانت إسرائيل متورطة بالفعل في هذا الهجوم الإرهابي في إيران، هل يمكن أن يصل الرد الإيراني
الى حد اتهام اسرائيل صراحه بانها ضالعه في الهجوم. كان هذا سؤالي منذ قليل احد الضيوف، وايضا هذا سؤال يعني في غايه الاهميه الان، هل سنرى رده فعل ايرانيه بشكل معلن وواضح واتهام وتوجيه اصابع الاتهام لاسرائيل بشكل معلن؟ أنا لا أعتقد أنه الأمر يمكن أن يصل إلى هذا المستوى، لأنه عندما تتهم إيران صراحة أن إسرائيل وراء هذا الهجوم، نحن بالمناسبة لا نتحدث عن الهجوم الطبيعي، اليوم حتى خلال الفترة الماضية الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية سواء في الداخل الإيراني أو حتى في الخارج في سوريا والعراق وغيرها لم استهدفت شخصيات محددة، اليوم نحن نتحدث عن انفجار يعني عدد ضحايا ربما وصل إلى أو تجاوز 100، وبالتالي نتحدث عن ضربة كبيرة بالنسبة لإيران. تداعياتها كبيرة، وأيضا إعلان إيراني بأن إسرائيل متورطة في الهجوم هذا يعني إعلان حرب في الحقيقة، يعني إعلان حرب، يعني أن على إيران أن تتخذ إجراءات للرد على هذه الضربة التي إذا افترضنا أن إسرائيل وراءها، وبالتالي الحسابات معقدة جدا فيما يتعلق بهذه المسألة. عموما يعني حتى وصف المصطلح الهجوم الإرهابي لا يعني بالضرورة أن إيران تتجه اتهام اسرائيل بانها، لانه حتى في هجمات سابقه حصلت خلال السنوات الماضيه كان هناك اتهام لتنظيم داعش الارهابي بانه وراء هذه الهجمات، وبالتالي عموما انا تقديري انه اليوم الموقف الايراني، الموقف الايراني ما بعد هذا الهجوم هو الذي سيحدد الى حد كبير كيف يمكن ان تسير عليه الامور في الفتره المقبله. عموما كيف يمكن ان يكون الرد الايراني؟ انا اذا يعني تحدثنا عن اتهام ايراني صريح لاسرائيل بالضلوع في هذا الهجوم، اعتقد بانه هذا يعني سيناريو حرب اقليميه وهذا مستبعد بطبيعه الحال، لكن اذا يعني كان هناك او ارادت ايران ان ترد بالطريقه التي تعمل عليها منذ سنوات في صراعها مع اسرائيل، لديها الان يعني عده مناطق يمكن ان تتحرك من خلالها، وهذه المناطق هي بطبيعه الحال مناطق مشتعله. نحن نتحدث عن الجبهه اللبنانيه التي يقودها حزب الله اليوم، جبهه مشتعله منذ حرب 7 اكتوبر، نتحدث ايضا عن جبهه البحر الاحمر، نتحدث ايضا عن سوريا والعراق، وبالتالي كل هذه الجبهات اعتقد بانه طبعا ما جرى في ايران اليوم سينعكس بشكل مباشر على هذه الساحات، على ساحات الوكاله في بين اسرائيل، الصراع الاسرائيلي الايراني او الصراع بين ايران والعراق وعلى الداخل في غزه بالطبع. بالتاكيد غزه هي جزء من هذا الصراع، وان كنت اعتقد انه اليوم غزه يعني بشكل اساسي او بدرجه اساسيه صراع فلسطيني اسرائيلي، لكن بالتاكيد يعني ما يجري في غزه له انعكاسات كبيره. علينا ان لا ننسى بانه هذه الحرب اليوم وهذا الخطير من الانفجار او دعينا نقول من هذا الاضطراب الاقليمي الذي يمكن ان يصل او يقترب خطوه نحو الانفجار، هذا بالتاكيد هو نتيجه لما حصل في قطاع غزه، لكن هناك مساله مهمه جدا تقديري يجب اخذها بعين الاعتبار عند تقييم الموقف الايراني او حتى الموقف الاسرائيلي من هذه الحرب، بان هناك عوامل معقده خارجه عن اراده كل من اسرائيل وايران في تحديد سياسات ما اذا كانت هذه الاطراف تريد ان تنجرف المنطقه الى حرب اقليميه. وانا يعني بخلاصه لا اعتقد بانه هناك رغبه لدى يعني الاطراف المؤثره في هذا الصراع بان تنخرط في هذه الحرب. بدقيقة أو بجملة أخيرة أنا أستطيع أن أقول لك، وهي حقيقة واضحة اليوم نحن نعيشها، بأنه بعد 3 أشهر من حرب غزة السبب الواضح والوحيد الذي حال دون انفجار هذه الحرب إلى حرب إقليمية هو أن جميع الأطراف لا تريد الحرب الإقليمية، لا إسرائيل ولا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حزب الله ولا أي طرف، وبالتالي أنا أفترض بأنه هذه الاعتبارات لا تزال أو ستبقى قائمة مع اختلاف أنه اليوم الأمور تقترب أو يصعب على الفاعلين المنخرطين في هذه الحرب أن يضبطوا الفعل ورد الفعل، أنه اليوم أي خطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى انتشار هذه الحرب بشكل لم يكن مخطط بالنسبة للأطراف المعنية به. شكرا لك من اسطنبول محمود علوش الباحث في مركز تحليل السياسات الدولية، شكرا جزيلا لك.